السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات ابتداء من يوم الاثنين والأيام القادمة بإذن الله. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. رياح قوية مستمرة أقاليم جنوبية للمملكة، وبالنسبة لتوقعات الأمطار وكذلك درجة الحرارة مرتقبة بحول الله، فيتوقع بإذن الله ابتداء إن شاء الله من يوم الاثنين انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بإذن الله ما عدا المناطق الجنوب الشرقي للمملكة. وبالنسبة كذلك لتوقعات كذلك العواصف الرعدية، فيتوقع بإذن الله تكون بعض العواصف الرعدية فوق مرتفعات الأطلس، وبالنسبة كذلك مع احتمال تقدم بعض الزخات المطرية بإذن الله خلال الفترة القادمة. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء يحتمل دخول بعض العواصف الرعدية على مرتفعات الريف، تبقى أمطار وزخات رعدية ضعيفة مع انخفاض درجة الحرارة، مع احتمال إن شاء الله ارتفاع كذلك بدرجة الحرارة ابتداء منها. كذلك يوم الأربعاء مع احتمال بعض العواصف الرعدية فوق المرتفعات بسبب الضغط الجوي المرتفع بحول الله. كذلك اليوم الخميس أجواء غير مستقرة مع احتمال عواصف رعدية كما تشاهدون في هذا النموذج الأوروبي على الجهة الشرقية على وجدة بإذن الله، وفاس وإفران بإذن الله، وخنيفرة وتازة ومرتفعات الريف وببرد وإيساقن. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الجمعة بإذن الله، كذلك أجواء غير مستقرة مطرية كذلك على مرتفعات الريف والجهة الشرقية. بالنسبة كذلك اليوم السبت أجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال بعض التساقطات المطرية بإذن الله ذات طابع رعدي خصوصا على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع احتمال كما قلنا اقتراب كذلك وكذلك احتمالية دخول هذا المنخفض إن شاء الله خلال الأيام القادمة بحول الله خلال منتصف شهر أوت إن شاء الله. وبالنسبة كذلك ليوم الاثنين أجواء ممطرة بإذن الله على تبعين تورزات وتنغير ورشيدية وميدلت. بالنسبة لهذه التوقعات البعيدة فهي تغير قابلة للتغيير. وبالنسبة كذلك اليوم كذلك الأربعاء فيتوقع والثلاثاء فيحتمل دخول بعض الزخات المطرية على الجنوب الشرقي.